كمان السولية كان ليه تصريحات في المؤتمر الصحفي، قال من ضمنها ان المباراه هتكون صعبه على الفرقتين لان هي بين منتخبين من اقوى المنتخبات في افريقيا، وان مصر هتلعب من اجل الفوز. عموما بدل ما نقعد نحكي كتير نشوف مع حضراتكم جانب من التصريحات. انت قلت كل حاجه برضو، الناس ياخدوا فكره. ياخدوا فكره. اتفضل. تاريخ يعني ما بيساعدش في الكوره قوي، يعني انت بتتكلم على تاريخ او حاجه حصلت من سنين او حصلت امبارح، ده خلاص يعني بنعتبره تاريخ. كل مباراه وبيبقى ليها ظروفها وبيبقى ليها الاحتمالات الفوز والخساره. بكره ان شاء الله يعني احنا هنلعب على المكسب طبعا، هنطلع اقصى حاجه عندنا وان شاء الله نقدر نحقق الفوز بكره. وزي ما قلت لك التاريخ ما مش هيساعد حد، ولا منتخب مصر ولا منتخب تونس، ولا اسم منتخب مصر ولا منتخب تونس هيلعب لوحده. في الاخر في لعيبه بتأدي في الملعب، واللي هيكون احسن هو اللي يستحق الفوز.